بسم الله الرحمن الرحيم الاسم مبروك بوسليمي مترشح على الدائره الانتخابيه الخضرة جندوب الشماليه اتقدم لكم بالشكر على هذه الاستضافه وان شاء الله ربي يوفقنا باش نكونوا مع المجتمع المدني التسريع في تعبيد الطرقات انشاء المستوصف تمكين صغار الفلاحين من اجراءات تحفيزيه للدعم الفلاحه مساعده المراه وادماجها في الدور الاقتصادي ببعث مشاريع إن شاء الله التسريع في احداث المنطقه السقويه تمكين سكان المناطق الجبليه بالاستفاده من الثروات الطبيعيه تبسيط وتسهيل الاجراءات القانونيه لبعث مشروع فلاحي مساعده ابناء الجهه في بعث مشاريع صغرى ضبط قائمه دقيقه للعائلات المعوزه لتمكين من الدعم المباشر احداث برنامج محلي الاحاطه بالعائلات المعوزه تكثيف الانشطه الرياضيه والثقافيه والترفيهيه لابناء الجهه داخل المدارس في ايام العطل ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا باش نخدموا آه كل انسان يخدم منطقته ان شاء الله وان شاء الله نقضوا على الفقر الموجود في العائلات اللي اللي قاعده في, في, وضعيات مزريه وانا نعرف ابناء الشيها ونعرف المستحق واللي يلزموا نشوفوا له على قليله آه مورد رزق يتمكن منه باش يعيش بيه في العيش الكريم على الأقل عيش كريم طالبين العيش الكريم لكل مواطن تونسي في كل شبر من أراضيها إن شاء الله وإن شاء الله نكون عند حسن الظن مع أبناء الجهة وإن شاء الله يوم الانتخابات نحب جو تتنخبوا الناس الكل تخرجوا تعطوا الآراء متاعكم على خاطر أنا راني باش نخدمكم وما عندي حتى هدف الا خدمه المنطقه ان شاء الله ورب يعاوننا الناس الكل ويزمنا نتظافروا نتظافروا الناس الكل على المنطقه نتاعنا باش نكونوا مستقبل للشباب ان شاء الله ونقضوا على البطاله ورب يعاوننا ان شاء الله ومشكورين للناس الكل اللي باش تجي تصوتني وتصوت لي و... 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 لا اله الا الله وان شاء الله ربي يوفقنا ونخدموا كيف ما قاعد يخدم سيد الرئيس مشكور وتحية لسيد الرئيس على المجهودات ونحن رانا باش نخدموا كيف سيد الرئيس بالضبط إن شاء الله ومضى بينا من كل مترشح إن شاء الله يخدم منطقته بقلب ورب ومضى بينا نبعد على نخدم الإنسان ونقول له تعطيني أجر ولا كذا يلزمنا كل خيين الكل الناس كل وإن شاء الله مشكور الناس كل والسلام عليكم